القرآن فيه أنواع من النداء، فيه نداء للجماعات ونداء للأفراد. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس، يا أيها الذين كفروا، هؤلاء هذه يا أهل الكتاب، هذا نداء للجماعات، وعندنا نداء للأفراد. يا أيها النبي، يا إبراهيم، هذا نداء للأفراد. طبعا هذا النوع الثاني لسنا ممن يقصد به. النوع الأول، أول سؤال يقع لنا هنا، لماذا يقول ربنا، لماذا يكون المنادى في هذه الآية الذين آمنوا؟ لماذا لم يقل ربنا يا أيها الناس كتب عليكم الصيام كما قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم؟ لماذا بي يا أيها الذين آمنوا؟ قال لأن العادة جرت في القرآن أن الله سبحانه إذا أراد أن يشرع عبادة فإنه يصدر هذا الأمر فرض العبادة بيا أيها الذين آمنوا. لماذا؟ لأن هذا هو مقتضى الإيمان، لأن هذه العبادة لا تقبل إلا من الذين آمنوا، لا تصح إلا منهم. إذا صام الذين لم يؤمنوا فإنما جاعوا وعطشوا ولم يصوموا، مفهوم. ولذلك لا يتصور أن ينادوا أن يقال يا أيها الناس وفيهم الذين آمنوا وفيهم غيرهم كتب عليكم الصيام، مفهوم، لأنه لا يصح إلا من الذين آمنوا. لا تصح العبادات إلا بشرطها، وما هو شرطها؟ هو الإيمان بالله. الآن أليس كثير من الفرنسيين مثلا يقول لك أنا أريد أن أتضامن معكم، أنتم جيراننا، لا أنت صاحبي ولا كذا، أريد أن أتضامن معك، فيمسك أيضا عن الطعام والشراب، هل يسمى صائما؟ لا، لا يسمى صائما. لماذا؟ لأنه فقد شرط الصحة وهو الإيمان. ثم هو أيضا مطالبة بمقتضى الميثاق الذي بينك وبين الله. أنت زعمت أنك آمنت، فكأن الله تعالى يقول يا أيها الذي يقول، يا أيها الذي يزعم أنه آمن، المؤمن يفعل كذا، فلا تتأخر. مفهوم الكلام؟ اشتكب حل ما فهمتينيش، واش كتب بعربية؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. هذه كلمة كتب في القرآن تأتي لمعاني كثيرة. يا أيها الذين آمنوا كتب، ما معنى أن كتب؟ فرض، فتأتي كتب بمعنى فرض. كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القصاص في القتلى، وتأتي بمعنى قضاء. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. ما معنى كتب الله؟ فرض، فرض، لا، قضى، جرى في سابق علمه، في قضائه وقدره أن الله غالب هو ورسله. هذا معنى آخر. تأتي بمعنى جعل. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، أي جعله. تأتي لمعاني كي غنترجموا لهم دابا هادشي. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. الصيام، الصيام عنده معنيان، له معنيان، معنى في اللغة ومعنى في الشريعة. المعنى في اللغة الصيام هو الإمساك، هو الإمساك، هو الكف. العرب تقول صامت، شكون؟ شمس، لا، صامت الريح، 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 صامت الريح، معنى صامت. احنا قلنا هذا شيء سهل، هذا شيء الان قلنا الصيام هو الامساك، هو الامساك، هو الكف. ما معنى صامت الريح؟ كفت، كفت عن ماذا؟ عن الهبوب، كفت عن الهبوب، صامت. يقول صامت الخيل، قال نبغة خيل صيام وخيل غير صائمة. خيل صيام،
ما معنى صيام؟ يعني ممسكة عن ماذا؟ عن الجري. عن الجري سهل شيء. قلنا لك الصوم هو الكف، هو الإمساك. صامت الخيل كفت عن ماذا؟ عن الجري. صامت الريح كفت عن الهبوب. قال ربنا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما. إمساك، نذرت للرحمن إمساكا عن ماذا؟ عن الكلام، بدليل قوله بعد ذلك فلن أكلم اليوم إنسيا. ما واضح؟ اشتكم قلاصين. يعني إني نذرت للرحمن صوما أي إمساكا عن الكلام فلن أكلم اليوم إنسيا. ولذلك لما جاءت فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء. هم يقذفونها بالزنا. ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه. لماذا لم تجيب عن نفسها؟ لأنها صائمة. صائمة عن ماذا؟ عن الكلام. فالشاهد عندنا ما هو؟ أن الصوم يطلق على الكف، وفي كل سياق بحسبه. طيب هل معنى الصوم في الشريعة بعيد عن معناه في اللغة؟ لا، لأن الصوم في الشريعة هو كف أيضا، لكنه كف وإمساك عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. من طلوع الفجر مش من طلوع الشمس، طلوع الفجر. لكن هنا قضية، احنا فهمنا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، هل فسرته الآية؟ فسرت كيف هو هذا الصوم؟ لم تفسره. هل جاء أبو جهل يقول كيف هذا الصوم أنت تأمرنا بشيء مجهول، ربك يأمرنا بشيء لا نعلمه؟ جاء؟ لا. هل أبو بكر قال يا رسول الله ما هذا الصوم الذي أمرنا الله به فنحن لا نعلمه؟ لم يفعل. لماذا لم يفعل؟ لماذا لم يفعل أبو جهل؟ ولماذا لم يفعله أبو بكر؟ لم يفعله من آمن ولم يفعله من كفر. لماذا؟ لأنهم كانوا يعرفونه. شوف قريش وهم يعني أول من خطب، العرب أول من خطب بهذه الآية. هؤلاء قوم لم يكن عندهم النصارى في أرضهم. النصارى كانوا في الأطراف، كانوا في العراق، كانوا في الشام، هذا مجال الإسلام لم يصل إلى تلك المواطن. العرب في جزيرتهم لم يكن معهم أحد إلا بعض اليهود، مفهوم؟ واليهود وإن خالطوا العرب لكن تلك الخلطة لا نظنها كانت تقضي بأن يعلموا تفاصيل عباداتهم، ولكنهم مع ذلك لم يسألوا عن الصيام. طيب ثم أنتم تقولون لأنهم كانوا يعرفون أن الأمم قبلهم كانت تصوم، كيف سيعرف العرب هذا الكلام وهم ليسوا بأهل كتاب ولا لا علم لهم بأخبار الأمم الأولي الأمم التي تقدمتهم؟ لا، العرب كانت تصوم في الجاهلية، هم كانوا يصومون. ولكن هنا قبل أن أخبركم بأنهم كانوا يصومون أحب أن أبين لكم ذلك من 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 عربية الآية. ربنا ماذا يقول؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، ولم يقل ربنا كتب عليكم صيام، كتب عليكم الصيام. جزاك الله خير، هذا غادي يبقى غريب، ما نقدرش نقطع الكلام باش وخاص. جزاك الله خير. هذه ال عند العرب، عند أهل النحو من حروف المعاني. ما معنى الحروف المعاني؟ يعني الحروف عندنا نوعان، حروف مباني تبنى بها الكلمة، وحروف معاني لها معنى. مثلا ما اسمك؟ أحمد. أحمد هذه فيها حرف مع حرف الألف؟ لا، حرف الهمزة. الهمزة أنت أحمد. حرف الهمزة، حرف الحاء، حرف الميم، حرف الدال، هذه كلها حروف مباني
تبنى من هذه الكلمة. لا تقل لي ما معنى الهمزة في أحمد، لا تقل لي ما معنى الحاء في أحمد، أقول لك لا معنى لها، هذه ليست حروف حروف معاني. لكن عندنا حروف المعاني، ما هي هذه الحروف؟ هي كل الحروف التي تجيء لمعنى. عندما نقول مثلا المسلمون في المسجد، في هذه حرف، حرف جر، بقي نعقل على حروف تذكرون. طيب الحمد لله. المسلمون في المسجد، هذه في، عندما يسمعها العربي يفهم منها ما يسمى بالظرفية، يعني شيء داخل شيء. هذه نفهمها بماذا؟ بكلمة في. فإذا قلت لي إذا قلت في، أطالبك بمعنى في، تقولي هي الظرفية. ما معنى الظرفية؟ يعني ظرف، شيء ظرف لشيء. أقول لك الماء على الطاولة، الماء على، هذه على معناها الاستعلاء، معناها الفوقية. إذن تجد ترى لها حرفا، وأنا أذكر لك لكل حرف معنى واحد، وإلا فالحروف لها معاني كثيرة. للظرف أصل في، معاني فيه، للظرف أصل في وتعين يقع، وكإلى على ومن والباء ومع، معاني كثيرة. الباء إساق في الأصل تعين، واقسم بها وعد عود واستعين على الوجيء كبدل، معاني كثيرة. إذا قلنا زيد، لا تقل لي ما معنى الزاي من زيد، لأن هذا حرف مبنى. ما معنى حرف المبنى؟ تبنى به الكلمة، جئت بالزاي وجئت بالياء وجئت بالدال فبنيت منها كلمة زيد. لكن في وعلى وعن وإلى والباء ومين، هذه حروف لها معاني. ال من الحروف التي لها معاني. ربنا يقول كتب عليكم الصيام، فجاء بهذه ال، وهذه ال تعطيني معنى. ما هو هذا المعنى؟ لا، هذا العمل. فرقوا بين العمل والمعنى. عندما نقول في، لا تقل لي معناها هو الجر، لا، هذا كعملها، كما قال ابن أجر، وحروف الجر وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام، هذه كلها حروف جر لكن لها معاني، كل حرف له معنى. فال هذه عملها التعريف، لكن ما معنى هذا التعريف؟ هل هو تعريف، هل هو للجنس، هل هو الاستغراق، هل هو للعهد، هل هذه معاني ال، مفهوم؟ طيب أنا أبين لكم. إذا كنا مثلا نتحدث عن رجل، أقول رجل كذا 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 كذا، وهو غير موجود معنا، ثم دخل فقلت جاءكم الرجل، ماذا تفهمون؟ يعني الرجل الذي نتحدث عنه. لو قلت جاءكم رجل، هل تفهمون هذه القضية؟ لكن إذا قلت جاءكم الرجل، تفهمون أنه الرجل معروف عندكم. لا يمكن أن يجيكم إنسان يقول لكم هل عرفتموه؟ هو قال لك الرجل، ما قال زيد ولا أحمد ولا، لكن ال هي التي جعلتكم تعرفونها. واضح الكلام؟ كتب عليكم الصيام، ما معنى هذا؟ الصيام لو لم يكن معروفا عندهم، هل كان يقول لهم ربنا الصيام؟ ماذا كان سيقول؟ كتب عليكم صيام، صيام كما كتب على الذين من قبلكم. لكن قال ربنا كتب عليكم الصيام، يعني ما معنى هذه الصيام؟ يعني الصيام الذي تعرفونه. ولذلك تفهمون الآن لماذا لم يأتي أحد يسأل ما هذا الصيام، لأنهم يعرفونه، ولذلك قال ال. وكيف فهمنا هذا؟ قبل أن ننظر في الأدلة الأخرى التي تبين لنا أن العرب كانوا يعرفون الصيام، استفدناه من الآية من العربية. ولذلك أنا دائما أقول للطلبة لا 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 تهملوا لغة القرآن، لا تجعلوا لغة القرآن أهون منظور إليه، أهون من تنظرون إليه هو العربية. هذا شيء، هل تعلمون أن قصة العربية قصة محزنة؟ هل تعلمون أن أمجاد الأمم بأمجاد لغاتها، لأن لغاتها تعطيها هويتها؟ الياباني، أنا ما كنت في اليابان، لكن حدثت أن الياباني لا يبدأ يتعلم لغة أجنبية حتى يأخذ البكالوريا،
معنى هذا الكلام؟ إشباع، يعني لا يتصور أن يختلط به شيء آخر. من بعد يتكلم اللغة كلها ولكن يبقى ياباني كالنخاع. علاش؟ لأنه رضع هذاك الشيء، صافي شبع منه. أنت في 3 سنين تتعلم العربي وتتعلم الفرنساوية، 3 سنين وتخلطت أنت. لما جاء الاستعمار فاهم هو هذه القضية. الاستعمار ليس آلة عسكرية فقط، نسينا هذو صحاب الفرنساوية، هذو ناس ليست فقط آلة عسكرية ولكنها أيضا آلة ثقافية. وتعرف هو الاستعمار يريد أن يزرع الثقافة أيضا. فلذلك تجدون الآن المستعمرات ما زالت تتكلم بلغات مستعمريها. مصر تتكلموا اللغة الثانية عندهم الإنجليزية، المغربية الفرنسية، العوام والبدو في إيطاليا تتكلموا بالإيطالية. فشنو قلت أنا؟ أيوة، ما ذكر في إيطاليا تتكلموا الإيطالية. في ليبيا يتكلموا الإيطالية. هذه أمور فالعربية لا ينبغي أن تكون أهوان منظور إليها. لغة القرآن، يعني كيف ترضى لنفسك أن تكون أعجميا؟ أنا أخصني نترجم لك. أنت دابا ما تتشبهش للفرنساويين، كحل شعرك كحل بحالي، أنا وياك بحال صفة واحدة، ولكن ما تتفهمش العربية. أنا ذهبت إلى كنت إلى في ماليزيا، أقوام مسلمون أبدا عن جد لأكثر من 500 عام ولا يفهمون العربية. واه تخصك تتكلم عربية واللي ترجم للملايين ومن موراك، وكلهم مسلمون، وباوتهم مسلمون، وأجدادهم مسلمون، وآباء وأجدادهم مسلمين، وهلهم مجران ولا يفهمون العربية. لماذا؟ تدرون لماذا؟ لأنها أنت قريتي العربية. العربية ما غتخدمكش، ما غتدخلكش شي منصيب، ما غتعطك شي فإذا لماذا سأعني نفسي فيها؟ لماذا سأدخل أبنائي إلى ما لا فائدة يجنونها منه؟ الفائدة عظيمة هي أن تفهم ماذا يقول لك ربك. هذه فائدة سهلة، هذه فائدة عظيمة، أن تفهم، أن تجلس وتنظر في كتاب الله وتتفجر لك المعاني لأنك تفهم الكلام الذي يلقى إليك. تفهم. أنا هذه قلت لكم أعطتنا هذه الفائدة. ثم نظرنا في الصحيح، في الصحيحين، فوجدنا عائشة رضي الله عنها تقول كان عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فجاءتنا السنة تعضد لنا ما فهمناه من كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. من؟ يعني فرض عليكم، يا كتب أي فرض، كما كتب أي كما فرض على الذين من قبلكم. من؟ الكتاب. طيب كيف عرفتم؟ كيف عرفتم هذا الدعاء؟ ما لكم صمتتم؟ كان بينهم اليهود. كيف عرفتم أن الذين من قبلكم هم أهل الكتاب؟ كيف عرفتم؟ نعم؟ لا، ولكن كيف عرفتم أن هؤلاء هم المقصودون في هذه الآية؟ ها؟ شوف، أنا أقول لكم واحد القضية لتفهموا. أنا ذكرت لكم ابتداء تفسير الجرائد، والتفسير مبني على القواعد. تفسير الجرائد هو هذا، قول لي بغيتي، ولكن التفسير مبني على القواعد أحتاج أنت إذا قلت كذا أن أقول لك كيف وصلت إليه، تقول لي لأن كذا. وهذا لا يحتاج العلم، يحتاج فقط شيء من الفطنة. أنا سأذكر لكم قصة وقعت لي. رجل من عوام الناس، من العوام، سألني مرة سؤالا، قال لي يا فلان الله سبحانه وتعالى يقول وإذ قلنا للملائكة اسجدوا، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها يسفك الدماء إلى آخره. كيف عرفت الملائكة أن هذا الخليفة سيسفك الدماء ويفسد في الأرض؟ فقلت له لأنه كان قبل آدم مخلوقات في الأرض سفكت الدماء وأفسدت في الأرض، فالملائكة قالت أتجعل فيها
من يفعل فيها كما فعل أولئك الذين كانوا. تدرون ماذا قال لي؟ قال ما الدليل على أنه كان قبل آدم مخلوقات في الأرض؟ يعني هذا العقل السليم، العقل السليم. واش أنا كنت معه؟ أنا كنت من هذوك المخلوقات اللي كانوا قبل. إيوة، لأنه الذي سيقول لأنه كانوا مخلوقات باش عرفتها؟ السفر في الزمن. قال أنا أعلم أن هذا شيء يوجد في الكتب وشيء يذكره الناس في المساجد، يذكرونه كان قبل آدم، كان قبل، كيف عرفوا؟ هذا سؤال يدل على أن صاحبه ذو عقل، ذو عقل يعمل. قلت له هذا نعرفه من العربية في الآية، من العربية. قلت وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قلت خليفة على وزن ماذا؟ ما وزن خليفة؟ فعيلة. خليفة على وزن فعيلة، حيد التاء، هذه خليفة فعيلة، أزل التاء لأن هذه التاء المبالغة، مثل ما تقول علامة، علامة هل هو امرأة؟ ولكن تاء للمبالغة، تقول عالم، ولكن إذا كان عالما كبيرا جدا واتسع علمه تقول علامة فتزيد التاء. الأولون كان يكون هذا راوي الشعر، يقولون هذا يروي الشعر، لكن إذا كان كثير الرواية للشعر صاروا يقولون راوية فيزيدون التاء. ما هذه التاء؟ ما هي؟ أنا الله قلت عليه المبالغة، وما لكم ما تتبعوش معايا المبالغة مزيان. طيب، فالأصل فعيل، خليف فعيل. قلت له هذا الوزن، هذا الوزن يأتي في لغة العرب بمعنيين، يأتي بمعنى فاعل مثل سميع، سميع على وزن ما لا فاعل مثل خليف. ما معنى سميع؟ سامع، سامع. إن الله كان سميعا بصيرا، ما معنى سميعا؟ سامع، معنى مفهوم. فتأتي فاعل بمعنى فاعل، وتأتي فاعل بمعنى مفعول أيضا. تقول هذا قتيل، ما معنى قتيل؟ مقتول، قتيل معنى مقتول. فهذه فاعل تأتي بمعنى فاعل وتأتي بمعنى مفعول. قلت إذا نظرنا إلى خليف، خليف بمعنى خالف، وإذا كانت بمعنى خالف، أنا خالف، هل أكون خالفا إذا لم يتقدمني أحد؟ ها؟ لا بد أن يتقدمني أحد لأجي أنا لأكون أنا خالفا له. قال لي بعدك صحافك ما هي العربية؟ قلت له نزيدك، وقد تكون هنا خليفة تحتمل فاعل وتحتمل مفعول، لأن هذا الذي سيخلف هو أيضا سيخلف، لأن آدم جاء أولاده جاء وما زلنا يخلف بعضنا بعضا، فهو فاعل بمعنى فاعل وفاعل بمعنى مفعول. العربية اطمأن لذلك، اطمأنت لذلك نفسه. طيب إذا جئنا إلى هذه الآية، وقد زعمتم لما سألتكم من هؤلاء الذين من قبلنا وكتب عليهم الصيام، قلتم اليهود والنصارى أهل الكتاب. قلت سألتكم كيف عرفتم؟ من وقت فريع الحل ديالها هي الذين، هي الذين، الذين الذين في هذه الكلمة يوجد هؤلاء الذين نبحث عنهم. فهمتوا؟ إذا قلت لك نحن
نسمع الدرس، نحن نسمع الدرس. هذه نحن من؟ أنت وأنت 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 وأنت، مفهوم؟ إذا هذا ضمير يعني يضمر فيه شيء، يخبأ فيه أسماء كثيرة. هذه الذين أيضا تسمى عندنا في علوم اللغة تسمى اسما مبهما، اسم مبهم. ما معنى مبهم؟ غامض، غامض. وهذا المبهم دائما يحتاج شيئا يزيل إبهامه، ولا لا؟ لابد. ما الذي يزيل إبهامه؟ هو من قبلكم الذين، هذا اسم غامض مبهم. طيب تريد أن يزول إبهامه، أين تنظر؟ تنظر في الذي بعده. ما الذي بعده؟ من قبلكم. هل من قبلنا الذين كانوا من قبلنا هم اليهود النصارى فقط؟ ها؟ طيب إذن لماذا أنتم تقول اليهود النصارى؟ الذين اسم المبهم يزيل إبهامه قول ربنا من قبلكم، فكل الذين من قبلنا كتب عليهم الصيام. اليهود والنصارى بعض من كان قبلنا. هل كل الأمم التي تقدمتنا إما يهود وإما نصارى؟ هذا هو. ولما نظرنا هذه العربية، لما شفنا في العربية هذا الذي أنتجته لنا، فهمنا؟ فلما نظرنا في التاريخ رأينا أن التاريخ يعضد هذا الذي أنتجته لنا العربية. المصريون القدامى يهود ولا نصارى؟ ها؟ لو شي يهود ولا نصارى؟ لا يهود ولا نصارى. وكانوا يصومون، كانوا يصومون. وعن المصريين القدماء، أنت مصري؟ ها. وعن المصريين القدماء أخذ اليونان الصوم، كانوا يصومون. وهؤلاء جميعا وثنيون، لا 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 لا, لا يهوديون ولا نصراني. والهنود، الهنود أيضا وثنيون، عباد البقار عندهم صوم. اليهود هذا في التوراة، في صحف التوراة عندهم مدح الصائمين. النصارى عندهم أنواع من الصوم، أعظمها ما تعرفونه الصوم الأكبر الذي ينتهي بالباك. الباك هذا، الباك هو عيد الفطر من الصوم الأكبر، لكنهم تركوا الصوم وخلوا عيد. ثم العجيب عند النصارى أنهم ابتدعوا أنواعا، ابتدع لهم أرباب كنائسهم أنواع من الصيام، الصوم عن اللحم فقط، قول اللي بغيتي ولكن اللحم ما تاكلوش، الصوم عن الماء واللبن، اشرب اشرب ولكن ما تشربش اللبن والماء. عندهم أنواع من الصوم ولكن للنساء فقط، الرجال ما كاين مشكل. هذه كلها أنواع من الصوم عند الذين تقدمونا. أنا عندي سؤال، عندما يقول ربنا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، لماذا يخبرنا ربنا أن الصيام كتب على الذين من قبلنا؟ مواساة، مواساة، هكذا يقولون، هكذا يقولون، يقولون المواساة، حتى ترى هذه الأمة أنها ليست منفردة بهذا التشريع وأنها تقدمها أمم فتطيع وتصوم. وهذا المواساة. أنتم، أنا ما أدري كيف الشأن عندكم هنا، لكن في كثير من بلاد العرب عندهم مثل يقولون إذا عمت هانت، إذا عمت إيش اللي عمت؟ المصيبة. ما تتكلموا عن النعمة، لا، المصيبة. إذا عمت المصيبة هانت. أنا كان استغرب كيف تهون. هذا مثلا أصيب، نسأل الله العافية، أصيب بمصيبة، مات له ولده، فقيل له لا تخف، الكار هذا الحافلة التي كان فيها ولدك وذهب ومات، مات فيها الأولاد جميعا اللي كانوا راكبين فيها، أولاد جارك وجارك من هنا، وأختك تيمت ولدها، وفلان مات ولدها. تحس شوية هويات على ما ما يعني يتفهم كيف هانت عليه مصيبته، يعني حيالك ولد، قالوا لك راه ما ماتش. هذا الاشتراك في المصيبة. وإذا تقول الخنساء قالت ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، هي تبكي على أخيها صخر. ولكن
لها أسوة في الناس الذين يبكون إخوانهم كما تبكيه أخاها. فتقول وهي تقول لو أنه لم يكن أحد يبكي أخاه وأن الوحيدة التي أبكي أخي لقتلت نفسي. تعظم المصيبة عليها جدا. ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي ولا يبكون مثل أخي. يعني وإن كانوا يبكون لا تظنوا أنهم يبكون مثل أخي ولا يبكون مثل أخي ولكن أسلي النفس عنهم بالتأسي. يعني تتبرد لي النفس شوية لما تنشوف رهتهم يبكي على أخوتهم. كأن هذه الأمة يعني ستسرع في الطاعة ولن تثقل ولن يثقل عليها الصوم لما تتأسى ترى أنها لم تنفرد بهذا وأن الأمم أيضا صامت. هذا الذي يقوله كثير من المفسرين عندما يجيئون إلى هذا الموضع. وأنا أنفر من هذا نفورا عظيما. أنفر منه نفورا عظيما. لماذا؟ ترجموا لهم وعاد نقول لكم لماذا. أنفر منها نفورا. لماذا؟ عمن يتحدث هؤلاء العلماء عندما يقولون هذا الكلام؟ عمن يتحدثون؟ عن أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتقرة إلى من تتأسى بهم لتطيع الله؟ وراء ما وراء المسلمين إحنا. أليس الصحابة هم من قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنا لن نقول لك كما قال أصحاب موسى لموسى إذا أنت ربك فقاتل إنها هنا قاعدون. ولكن إذا هذوما كيف يتصور أن العبادة ستثقل على أولئك المسلمين حتى يروا أن من أنهم ليسوا بمنفردين بها وأن الناس قد طولبوا بها قبلهم وحينئذ ستقر نفوسهم ويقولون إيه وإذا ماشي غير بوحدنا إيه وصافي حتى حنا نصوموا. ويتصور تجي المسلمين يرى لما تقول تأسي راه هذا هو معناه. معناه أن هذ المسلمين وابتداء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أول من ابتدأ خطب بهذا هذوك مدقدقين ساليين والله ما يتحركوا لك. تتقول لهم أسي راه ماشي غير بوحدكم راه كانوا هذوك وكانوا هذوك وكانوا النصارى وكانوا اليهود وكانوا المصريين وكانوا إغريق وكانوا تجدون تاهما تيصوموا. عاد يقول كلهم ايوا تانا نصوم. هذا هو المعنى. هذا معنى التأسي. هذا معنى التسلية. ما أبعد هذا حال لو كنا احنا أنا وأنتم هم أول من هم أول من خوطب بهذا لكان يمكن أن يقال التأسي لأنه فيها نحن مقطوع العين ساعدين ممكن ممكن. ولكن الصحابة ما يمكنش حشومة حشومة الفقيه يعني فكرتي ولأني غبتي على أنه هو الصحابة هذو غبتي. يعني العمل الذهني عمل جيد وهذا وجه مناسب لكن مناسب عندما يكون المتحدث عنهم غير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أولئك لطاعة الله لم يكونوا يحتاجون إلى القدوة. كان لهم في رسول الله أسوة حسنة يستغنون به عن كل أسوة. واضح؟ طيب إذا كان هذا أنفر منه فما الذي لا أنفر منه؟ هذا شي حاجة غير قال لي أنا يا رأسي تانا قلت نخدم رأسي شوية ورددت وما خصكم تخدموا يا أسكم. لا هذاك جاي من بعد أميروفا أخلفهم أنا؟ أميروفا فلم يعملوا بالصيام. شكون هادو؟ الذين من قبلهم لا صاموا أيضا الذي أراه والله أعلم أن الله عز وجل يخبر هذه الأمة أنه قد كتب الصيام على من كان قبلهم حتى لا تبقى مكرمة فعلها من قبلنا إلا وفعلناها وخير منها. يعني كما كتب على الذين من قبلكم فعندكم يسبقكم ما يسبقكم جبه ما يكونش فيهم الصيام وانتم ما يكونش فيكم تنتم أخصكم تزاحموا في الصيام. لا يكون بير لا يكون عمل خير أتاه الذين كانوا من قبلكم إلا وفعلتموه ثم زدتم عليه ما لم يكن عندهم. لأنه هذه آخر الأمم رأى أمة الرسول صلى الله عليه وسلم رأى آخر الأمم كنتم خير أمة أخرجت للناس.
إيوا خير الأمم، كيف تكون خير الأمم؟ خير الأمم يعني كل ما سبق من البر عند الأمم هو موجود في هذه الأمة وتزيد لتكون خيرية، لأنه لو كان فقط ما فعلته الأمم الأخرى نفعله لكنا في المثلية ولم نكن في الخيرية. فهمتوا كلام؟ أنا شيء تبان لي الله عليك. تسعة عشر. طيب نعم. نعم. نعم سيدي. التشبيه. سي جو كوا لا ريزون والله أعلم.